نمط التغذية في شهر رمضان المبارك يختلف كلياً عن الأشهر العادية. مكان ما يكون شهر للصيام طلع شهر لعرض المأكولات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على أعزائي المتابعين ورحمة الله وبركاته. سألون دكتور لماذا يزيد وزن الصائمين عادة في شهر رمضان المبارك؟ أعزائي، نمط التغذية في شهر رمضان المبارك يختلف كلياً عن الأشهر العادية. أنا أعطيكم مثال، أنت قبل أسبوع من شهر رمضان المبارك روح للسوق، باب القصاب ما عليه أحد، العطار ما عليه أحد، أبو الخضروات ما عليه أحد، فواكه كلش قليلين. تعال ليلة الأول من رمضان ما تقدر تطب للمحلات لأنهم متروسة ترس، كلهم جايين محلات الحلويات قبل رمضان ما حد يروح لها. يعني في الشهر الفضيل للأسف الشديد مكان ما يكون شهر للصيام طلع شهر لعرض المأكولات. فإذا نمط التغذية في شهر رمضان المبارك راح يتضاعف أضعاف كثيرة. وعادة احنا على السفرة المفروض تتعشى ولا تتغدى، شكل واحد أو شكل ناكل. ماكو بشهر رمضان المبارك السفرة متروسة أشكال ألوان من الأكلات. هاي واحدة. السبب الثاني الولائم اللي تقام في شهر رمضان المبارك، قد يفوت السنة ولا أحد يدعوك لوجبة غداء أو عشاء، لكن في شهر رمضان المبارك طبعا هالسنة استثناء لأنه كورونا موجودة فالولائم راح تقل قطعا، لكن بصورة عامة شهر رمضان المبارك شهر الضيافة وإعطاء الإفطار. فعلى الأساس واحدة من أسباب السمنة هي كثرة الولائم، ولائم الإفطار. النقطة الثالثة لزيادة السمنة هي موضوع الحلويات. للأسف الشديد الإزلابية والبغلاوة والحلويات والكنافة تملأ السفرات الرمضانية في الوقت اللي قبل رمضان أصلاً ماكو، بعد رمضان أصلاً ماكو هالأشياء. طبعاً السعر الحرارية لهالأكلات اللي عددتها 400 سعرة لكل 100 غرام، فأنت شوف الحجم الهائل من السعرات اللي راح يتناولها الصائم في الوقت اللي قبل صيام ما كان موجود هالأشياء. الموضوع الآخر أنه يقال أنه نوم الصائم العبادة، فخوش عبادة هاي، راح يلتون الناس كلهم ينامون، نشاط الجسم هم يقل، الرياضة عادة ما تنترك في رمضان، أنا صايم ما أقدر ألعب رياضة، فلذلك هم نوم الصائم عبادة كله قضية بالنوم، ومن يقعد رياضة ماكو تحرك ماكو على أساس أنه صايم. فأعزائي هاي أسباب السمنة في شهر رمضان، ولكل نقطة ذكرتها أكو الحلول، سأذكر بعضها إن شاء الله في الحلقات القادمة. والسلام عليكم أعزتي ورحمة الله وبركاته.